السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. انتقد البيان الختامي لمجلس الشورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في موريتانيا، وقال رئيس المجلس الصوفي والشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده تواصل بنواكشوط إن الدورة العادية لمجلس الشورى بحثت مواقف الحزب من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية. دعا رئيس حزب الجيل الجديد سيدي محمد والمحمد إلى تطبيق نتائج الحوار الوطني على أرض الواقع، مضيفا أن المشاركة في الحوار أثبتت أنها كانت خيارا صحيحا وسليما. جاءت دعوة المحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط بمناسبة انضمام شباب وافدين من أحد الأحزاب السياسية المقاطعة للحوار إلى حزبه. دعا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد لهل داود الشباب الموريتاني إلى الاهتمام بالشريعة الإسلامية وتعلمها والابتعاد عن الغلو والتشدد. جاءت دعوة لهل داود خلال إشرافه بنواكشوط على تكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية الخاصة بعلوم القرآن والحديث والسيرة والفقه المالكي واللغة العربية. اختتمت مكتبة إقراء معي عامها الأول في مجال العمل من أجل غرس ثقافة القراءة في المجتمع، وعرضت المكتبة خلال احتفائها بمرور عامها الأول حاصلة لأنشطتها، كما كرمت القراء المميزين وفق معاييرها. وتزامن الاحتفاء مع تنظيم الجلسة 13 من 100 دقيقة نقاش مع الأديب والسينمائي الموريتاني محمد ولدوم. يمكنكم ومشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة، موجز إخباري بحول الله. إلى ذلك الحين دمتم ودمنا في أمان الله.